السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الافريقي. عندنا برشا امور هامه نبقاو مع بعضنا للاخر باش نفهموهم، على خاطر مواضيع تخص النادي الافريقي وتخص المستقبل القريب للنادي الافريقي. المنافس المباشر نتاعنا في كاس الكونفدراليه اللي هو فريق الزمالك المصري. بصراحه باش نبداو متفاهمين، جمهور النادي الافريقي باش ما نرفعوش سقف الطموحات بلافون وبعد نلقاو احنا ناقصين حاجات. بصراحة فريق الزمالك المصري استقدم مدرب كبير، معناها اليوم كيف جابوا لاعبية كبار، جابوا لاعبية بصراحة وعملوا شرط للمدرب هذايا، معناتها ما يوصل يبقى في الزمالك المصري إلا ما يفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية. يعني تويكا ولات فيها العسل كأس الكونفدرالية الإفريقية، حتى الزمالك ولا طمع فيها، ولات عدة فرق طمع فيها. على كل حال هذا حق مشروع لجميع الفرق، كما احنا زاده نحبوا نفوزوا بكاس الكونفدراليه الافريقيه، بالرغم اللي احنا معناتها ماناش للطوب في الامور هذه. ما بصراحه جربنا رواحنا، عدينا مقابلات ممتازين كما مع دريمز في ملعب رادس، وكيف عدينا مقابله سيئه ضد الفريق ريفيرز النيجيري في نيجيريا وضد بهير دار الاثيوبي في اثيوبيا. يعني عندنا احيانا نجم نكونوا فريق ممتاز، واحيانا نكونوا فريق عادي ماناش نتاع لقب البطوله. انا واحد من الناس مبدئيا نترشحوا الدور نصف النهائي، تتسمى نتيجه مقبوله جدا، ميسالش نخليو البريسيون على فريق الزمالك المصري باش احنا نبداو مرتاحين. هذايا اللي باش نقولوا، انا نحكي بمنطق خبره في كره القدم ونحكي بمنطق حبنا في النادي الافريقي. انا واحد من الناس خلي البريسيون على الزمالك المصري، مادام الزمالك حطوا بلافون للمدرب نتاعهم يلزم يفوزوا بكاس الكونفدراليه، يعني باش تصعب عليهم الماموريه. نعرفوها كل فريق يتحط في بريسيون اللي هو باش يكون البطل يلزم يكون البطل، تصير له مفاجات غير صار. ان شاء الله النادي الافريقي نتوجوا، على خاطر ماناش احنا الفافوري رقم واحد، احنا رقم اربعه. الزمالك المصري، نهضة بركان، اتحاد العاصمة، والنادي الافريقي، والفريق اللي انتصر علينا في مقابلة الذهاب اللي هو الفريق النيجيري. يعني لازم نحترموا الناس الكل باش نجموا نفوزوا بالكاس هذه، وثم الملعب المالي زاد فريق ينجم يكون محترم، نحضروا رواحنا ويلزم نعرفوا اللي راه مش لوحدنا معناها في الكاس هذه. الكاس هذه راهي هامة في تاريخ النادي الافريقي، راهو اذا كان نوصلوا نترشحوا ساعة في من المجموعات هذه، نترشحوا راهو نقربوا في الترتيب نتاع الاتحاد الافريقي. احنا توا في المرتبة 20، نعودها ونزيد نكررها على خاطر نعرف اللي قوة النادي الافريقي في المداخيل اللي مش تجينا من كأس الاتحاد الافريقي. اما خير تجينا مداخيل من الكاف، والا نبقى ونستناو في يوسف العلمي اللي هو قال راني ما عنديش فلوس. يوسف العلمي بطبيعه الحال في الجلسه الانتخابيه باش يقول لكم راني ما عنديش فلوس كبيره، دونك باش نكونوا باش يطلب اللطخه اذا كان ما ترشحوش في كاس الكاف، يا يطلب لطخه يا معناها يطلب جلسه انتخابيه باش يعينوا الرئيس الجديد، وهذا اللي ما نحبدوهوش. خلي الامور تمشي بطبيعتها، والرئيس اللي باش يجي جديد في جوا مرحبا به. هذا اللي راه انا بالنسبه لكاس الكاف، نردوا بالنا ونحاولوا نترشحوا ساعة مبدئيا، نحاولوا نترشحوا عندنا المقابلة الأولانية. احنا تويكا في شهر فيفري نهار 25 ان شاء الله عندنا المقابلة الأولانية في كأس الاتحاد الافريقي باش تكون ضد دريمز، ضد دريمز الغاني، باش تكون المقابلة هذه في غانا مع الخمسة تاع العشية نهار 25 فيفري. المقابلة الثانية اللي بعدها اللي هي معناها مفتاح الترشح للنادي الافريقي، ولكن ما يلزمناش نهزمه في دريمز. المقابلة الثانية ضد اكاديميكا باش تكون نهار 3 مارس، يعني تتسمى اواخر فيفري اوائل مارس. نهار 3 مارس مهمة زاد المقابلة هذه، او كبيناتهم اسبوع فقط. المقابلة هذيك باش تكون في ملعب الاولمبي بيرادس، زاد كيف يلزمنا ننتصروا فيها، وهذيك اهم مقابلة يلزمنا ننتصروا فيها، خاطر المقابلة سهلة وممكن ياسر فارق الاهداف باش يكون فارق. يلزمنا مع الاقل نسجلوا 4 اهداف فما اكثر، 5 حاجة كي من هكا، باش يكون الترشح سهل، على خاطر تنجم تكون كوكبة في الطليعة. لا قدر الله اذا كان ننهزموا ضد دريمز الغالي باش تكون كوكبة في الطليعة، الكلنا 14 نقطة، معناها الكلنا بتسع نقاط، والفريق اللي باش يفوز
يكون عنده فارق اهداف اكثر هو اللي باش يترشح. النادي الافريقي فرصتنا من ذهب باش نفوتوا فارق الاهداف فارق ثلاثه مع الفريق هذايا اكاديميكا، وقتها نترشحوا لدور المجموعات. يعني الطريق راهي ماهيش مفروشه ورود، يلزمنا نردوا بالنا باش نوصلوا نترشحوا. هذايا نداء وتنبيه لكل مكونات النادي الافريقي بالمدرب اللي قاعد يقوم بعمل كبير وكبير برشا، مدرب النادي الافريقي كما قلت لكم نردوا بالنا من فريق الزمالك المصري باش تمشي امورنا تزيد فوق الماء. هذا هو الشرط نتاعنا. بالنسبه للمنافس نتاعنا القادم اللي باش يكون ان شاء الله نهار 17، المنافس هذايا النادي الصفاقسي. باش نعطيكم معلومات على النادي الصفاقسي، راهو ماهيش مشككه. احسبوني انا مثلا توم هانكس المدير التنفيذي والمدير الفني في بايرن ميونخ، يعني وقت اللي نعطيكم المعلومات يلزم يكون كل شيء صحيح باش المنافس هذاك تعرف له الحجم نتاعو. بالنسبه للفريق النادي الصفاقسي جمعت عليه بعض المعلومات. الفريق هذايا معناتها عامل زوز انتدابات، انتدب زوز ملاعبيه يعني، وسايبوا ملاعبي من المقاولين العرب. ثم ملاعبي من السياد انتدبوه، وثم ملاعبي اخر زاد كيف كيف الشوقي بن خضر كان تعرفوه، الملاعبي هذا اللي حابين عليه في فتره من الفترات كيف كيف زاد النادي الصفاقسي انتدبوا. يعني عنده زوز انتدابات وعندهم ملاعبي سايبوه للمقاولون العرب بطبيعه الحال بلاش فلوس. بينما ثم خطية جاية في الطريق للنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي الفيفا مش تهدوا مرة أخرى بالعقوبة متاع المنع متاع الانتدابات. ما تجيكمش غريبة الخمس أيام الجايين ثم 700 مليون يلزم يدفعهم النادي الصفاقسي، وإلا ستبطل الصفقات متاعو كما صارت للإطوال. النجم الساحلي وقت اللي صارت لهم البطلان متاع الصفقات متاعهم في الصيف اللي فاتت، نفس الشيء نجم يصير مع فريق النادي الصفاقسي. وهذا الامر معناتها باش يكون في صالح النادي الافريقي. يعني النادي الصفاقسي راهو ماهوش في مأمن وماهوش فريق معناها باش يخوف النادي الافريقي في قادم المقابلات، الا يلزم نكونوا محتاطين ومركزين خاصه مع المنافس هذايا. المنافس هذايا الانتدابات اعمالهم على قد الحال، ماهمش انتدابات بتاع فريق كبير، يعني نجموا نفرعوه في المقابله اللي باش نلعبوها في صفاقس واللي هي باش تكون مفتاح البطوله بالنسبه للنادي الافريقي. نتفكر عام 95 وقت اللي تحصلنا على البطوله، اهم مقابله ربحناها وقتها معنا صالوتا جو، كانت تفكروا كزوز اهداف على النصر البدوي مخالفات مباشره، المقابله هذيك وهدف عادل السليمي، المقابله هذيك هي اللي فتحت لنا البطوله على مصراعيها، على خاطر مش ساهل تفوز على صفاقس في صفاقس. اذا كان فزت على صفاقس في صفاقس يعني انت منافس مباشر على البطوله. اذا كان ما فزناش على النادي الصفاقسي وتعادلنا نقبلوها ونتحملوها على خاطر كره القدم هكاك، ما يسالش تعادل خير من خساره. المنافسين المباشرين نتاع النادي الافريقي اللي هما، باش نعطيكم سكوب يمكن مش تستغربوا شوي، اللي هما الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. الملعب التونسي قام بانتدابات ممتازه وممتازه جدا، تو في قادم الايام يمكن غدوه الحي نعطيكم التفاصيل الكل على الانتدابات نتاع الفرق المنافسه للنادي الافريقي. الملعب التونسي امارو لاعب الترجي انتدبوا ملاعب ممتاز ينجم ينجح، اذا كان نجح في الستاد تولي الستاد تخوف. يعني ماناش باش نحقروا الملعب التونسي، ردوا بالنا نحقروا الملعب التونسي وردوا بالنا نحقروا كيف كيف الاتحاد المنستيري اللي قام بثمانيه انتدابات كاملين. ثمانيه انتدابات الاتحاد المنستيري اي نعم، اللي في سنوات لا معناها تعدات كان يلعب على تفادي النزول ونزل للرابطه الثانيه. الاتحاد المنستيري ولا رقم صعب في البطوله التونسيه، ينتدب عندهم انتدابات ممتازه، اداره ممتازه، مرتحين امورهم ويلعبوا وحده وحده، ما عندهم حتى مشكل، ديما موجودين في البلاي اوف، ينافسوا على البطوله، ينافسوا على الكاس، يطلعوا معناها ينتصروا على الفرق الكبرى. نردوا بالنا من الفرق هذوما الزوز اللي هما الاتحاد المنستيري والملعب التونسي باش يكونوا رقم صعب وصعب جدا في البطوله التونسيه في ظل هالميركاتو. احسن ميركاتو قاموا به الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. الفريق الاخر معناها النجم الساحلي، النجم الساحلي ممنوع من الانتدابات، النادي الافريقي ممنوعين من الانتدابات، ولكن احنا قمنا بانتدابات كبيره في الصيف تحسب لهذا الامر، يعني امورنا في النوار، ما عندناش مشكله لكليب افريكان. بالنسبه للترجي قام بزوز انتدابات، انا ما نتصورش ينجحوا الانتدابات بتاع الترجي على خاطر الترجي مزروب على الانتدابات ومسيب ملاعبي كما امارو. امارو ما نجحش في الترجي اللي نعرفوه في المسير كان طياره، يعني ثم امر غريب في الترجي.
يمكن الزربة بتاع فريق الترجي هو اللي مش يخليه ما ينافسش على البطولة، ولكن يبقى منافس صعب بصراحة ما غير ما ننكره. صحيح حبنا في الكلوب الافريقي خلينا نقول يمكن يبعد، ولكن زاد كيف كيف ينجم يكون منافس صعب الترجي، زاد ماهوش منافس سهل معناها كيف ما باش نصوروا احنا، لا لا منافس على البطوله. نفس الشيء النجم الساحلي درجه اقل النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي مش يلعب بالمقابله نتاع العمر نتاعو مش يلعبها ضد النادي الافريقي، يا يسيب يا يخيب، ما عندهمش برشا حلول. كان الامكانيات الفنيه اللي مش تحكم في كل شيء، كان نجح هوينه، كان ما نجحش بطبيعة الحال باش يكون هو في المرتبة الأخيرة، وهذا راهو كلام حق راهو ما يهرب منه حتى واحد، حتى الصفاقسية بيدهم يعرفوا الأمر هذايا ومتأكدين منه وما عندهم حتى إشكالية. بالنسبة للموضوع نتاعنا نحن باش نحكيه شوية على السوسيوس، السوسيوس تكلم الرئيس نتاع السوسيوس اللي هو محسن طرابلسي، نوجه له تحية ونقول له كل احترام الرئيس هذايا الشرفي في السوسيوس، واللي معناها قادر في يوم من الأيام يمكن يقدم ترشحه لرئاسة النادي الإفريقي كرئيس شرفي لا أكثر لا أقل. ماليا الراجل سمعته في الانترفيو نتاعو بصراحة ما عجبنيش الانترفيو نتاع محسن طرابلسي، معناها حكى فيه وقال رانا يعني مش قاعدين نقوموا بالعمل، شنية الدور نتاع السوسيوس، العمل نتاعنا احنا باش نصلحوا البنية نتاع التحتية نتاع البارك نتاع النادي الإفريقي. نقول لك برافو يعطيك الصحة محسن، حاجة باهية، ولكن وصل الحكاية محسن قال رانا احنا مش نعملوا زوز فيستيارات نتاع معناها نتاع حكام وفيستيارات نتاع رجال ونتاع نساء، باش نعملوا نصلحوا فيستيارات فيها مش شوط ديارات للملاعبية وكل شيء. باهي برافو، هذوما كل قداش يتكلفوا؟ قال يتكلفوا 100 مليون. يا خويا محسن اخي 100 مليون تحكي عليها من كلوب افريكا، انسان عادي، انسان عادي داره يبناها ب 100 مليون معناها هذه دار عادية تتبنى ب 100 مليون، احنا الكلوب افريكا ونلوجوا معناها يلزمنا 100 مليون وهيئة الدعم وشكون باش يدعمنا. يا خويا مش معقول الشيء هذايا، راهو السوسيوس ربو يدخلوا فيه الناس صح. انا بالنسبة لي انا كيما فرح لي هدا الكار للنادي الافريقي نوجه له نداء، راهو محسن طرابلسي يستغيث على 100 مليون، خويا كان عندك 100 مليون ولا الشركة نتاعك بالله يعطيهم ال 100 مليون خليه يبني فيس على الفيستيارات اللي يحكي عليهم. مش معقول دكتور، يا دكتور رانا الكلوب افريكان نحكيو على 100 مليون، تحكي لي من المليار وانت طالع، المليار وانت طالع مداخيل، مانيش نحكي على مصاريف، تو كي تبدا مصاريف وكي تبدا هكا تحكيو عليها وتسيبوها، كي تبدا حاجه بسيطه معناها ما جات حتى شيء 100 مليون وتقول لي راهو يلزمنا الناس يتلفوا مع بعضها. صحيح انا نوجه نداء لجماهير النادي الافريقي اللي عندهم فلوس، الناس الغنيه والناس اللي لاباس عليهم، يمدوا الدعم لهيئه سوسيوس ويدخلوا ويكونوا منخرطين. الابواب نتاع الاداره نتاع سوسيوس موجوده في البارك نتاع الكلوب افريكا، محلوله في الاوقات الاداريه الكل، تنجموا تمشيو وتكونوا مخرطين فيهم، من غادي تنجموا تكونوا مخرطين في النادي الافريقي باش نكونوا فاعلين في تاريخ النادي الافريقي. هذايا باهي، حاجه باهيه وانا واحد من الناس نشجعها، ولكن الفلوس كي نحكي على 100 مليون كرئيس شرفي، رئيس شرفي 100 مليون رمو راهي لعبه، راهي ماهيش راهي تفدليك، راهي لوكليب افريكا لا تخاف نعملوا فيها من مليار وانت طالع، وانت تحكي لي 100 مليون على تصليح بارك. ان شاء الله اخويا هاكم سمعتوني، الناس اللي عندها اموال واللي رجال الاعمال واللي يحبوا يكونوا فاعلين في النادي الافريقي، كيف كيف اللي يحب نهار من نهارات يولي رئيس النادي الافريقي انا ندعمه، يعطينا اسمه ويعطينا التفاصيل نتاعو الكل، يتوجه لخلايا الاحباء في النادي الافريقي والجروبات نتاع النادي الافريقي اذا كان باش يدعموه وباش يذكروه بالخير، راني انا باش نحكي عليه حلقه كامله وانا نحكي عليه. اللي يحب يشد رئيس مستقبلا سواء في السوسيوز سواء في رئاسه النادي الافريقي، المهم يكون عنده فلوس خويا، رانا ماذا بينا تكون عندك فلوس. بالنسبة هذايا أمورنا ماشية صحيحة وما عندنا حتى إشكالية بالنسبة للنادي الإفريقي. الميركاتو إذا كان مش نحكيو على الميركاتو، واش بيه النادي الإفريقي ما عملش ميركاتو؟ لا، ثم بعض الملاعبية الشبان في النادي الإفريقي معناتها سمعنا بهم معناها طلعوا للأكابر، المدافع مكرم الصغير هذايا جون ميشيل كافالي بصراحة قال راهو ممتاز المدافع هذايا، ان شاء الله معناتها بما ان عندنا ضعف في المدافعين، اللي يعرف بالله مكرم الصغير يقول لنا شنو رايه فيه، شنو رايهم فيه الملاعب هذا، يرد راي نجم يكون قلب دفاع قوي، راهو نحكي لكم قلب دفاع، قلب دفاع راهو مش هاو طلع سينيور وكهو، لا يرد راي نجم يكون فاعل وينجم يطلع ركنيه يسجل بالراس ينجم يفيد النادي الافريقي، والا معناها حاجه عاديه ومعناها ماهوش باش يكون اضافه نتاعو كبيره ياسر. هذا هو، نحب نتأكد ثم زاد زوز ملاعبية أخرين شبان
طلعوا زاد كيف كيف قابلهم المدرب جو ميشيل كافالي كيف كيف مكر الملاعب نتاعنا يحيى المتيري اللي انا ديما نشكر فيه وديما نقول ان شاء الله ينجح في الكليب افريكا. والملاعب هذا صغير وممتاز وفي وسط الميدان. الملاعب هذا حسب الاخبار اللي وصلت لنا اللي المدرب جو ميشيل كافالي قابله ومعناها وعنده احساس اللي الملاعب هذا باش ينجح في الكليب افريكا ويحب يعطيه مكان ويكور ان شاء الله. ان شاء الله يكون كافالي يفهم في الفنيات وفي كره قدم باش يلعب لنا الملاعب هذا. هذا بالنسبه للاخبار تاع الكليب افريكا. ثم موضوع معناها حكي فيه كان تعرفوش صحافي اسمه عبد الباقي معناها بن مسعود حكي معناها قال راهو المصاريف اللي صرفتهم الترجي على اللاعبيه اللي خرجتهم خرجوا صدام بن عزيز سمي ربي ثم ملاعبي من الإتوال جابوه وثم الملاعبي أمرو وملاعبي آخر 5 مليارات معناه 5 مليارات قال لك مشاو سودان. هذه مش أخبارية أنا، هذه الأخبار تاع عبد الباقي بن مسعود اللي قالها والموضوع اللي جبد عليه. بالنسبة هذا معناها المواضيع نتاعنا في الحلقة هذه، واللي عنده إفادة واللي يعرف اللي راهو ثم أخبار أخرى مهمة وكل شيء يمدنا بها احنا ما علينا كان نوصلوا صوت جماهير النادي الإفريقي، وما علينا كان نمدوا الحقائق لجماهير النادي الإفريقي باش جمهور النادي الإفريقي يكون على بينة ويكون على دراية بكل صغيرة وكبيرة وشنية اللي قاعد صاير باش تعرفوا إذا كان باش ننافسوا على البطولة بكل جدية وإلا لا. أنا واحد من الناس نرى اللي الكليب أفريكا منافس صحيح على البطولة، منافس على كأس الكاف، ولكن راهو في البطولة مناش رقم واحد 1000%، وفي كأس الكاف كما قلت لكم مناش رقم واحد. في البطولة الفرق عملت انتدابات، في البطولة ثم فريق كيما النجم ينتصر علينا السنوات الأخيرة، في البطولة ثم الملعب التونسي والاتحاد المنستيري كما قلت لكم ماشيين معناها بخطن يحبوا يفاجئوا في البطولة هذه. الترجي يحب ديما يتحصل على البطولة. النادي الصفاقسي الوحيد اللي معناها يا يطلع يا لا، معناها انت والمفاجأة تاع النادي الصفاقسي. كليب افريكا عندنا استمرارية، هذه قوتنا في الاستمرارية ان شاء الله بالتوفيق. بالنسبة للمقابلة الأولانية اللي مشات تلعب، المقابلات الأولى اللي مشيت لعبوا ثم مقابلات مش يدوروا في ملعب الشاذلي أزويتم، باش نبداو متفاهمين مقابلات البطولة بتاع الترجي والكليب أفريكا باش يدوروا في ملعب الشاذلي أزويتم. سمعنا بعض التظلم، معناها مش بعض التظلم، النادي الإفريقي والترجي ما همش موافقين على اللعبة في أزويتم على خاطر قيمة جماهير الإفريقي وقيمة جماهير الترجي معناتها والاشتراكات باركي عبي وطيرا زويتن. هذاك علاش معناها طلبوا باش تتلعب البطولة في ملعب رادس. ملعب رادس قاعدين يصلحوا فيه يحضر في أواخر فيفري، دونك ماهيش راهي كورة مش الجمهور فقط، الكورة يلزم الكوارجي. إذا كان الكوارجي تنتصر وكي تنتصر بيسيرش في ملعب زويتر شنية في مقعد باش نحضروا احنا 40,000 نحضروا 15,000 ويكون التيران عبي وقبل وصلنا لعبنا في ملعب زويتر وتحصلنا على البطولة. يعني ماهيش تعلة هذه هاو نلعبوا في زويتر وقال نلعبوا في ملعب رادس. هذه معناها نوجه اللداء هذايا الجامعة التونسية والرابطة، إذا كان مش تقوموا بالأمر اللي يلزم يتقاموا به باش نلعبوا في زويتر لا تقول لي الفريق هذايا رفض ولا الفريق هذايا قبل، نلعبوا البطولة نتاعنا. أخي الملعب التونسي شنو يربحوا كي مش يلعب في زويتر جمهور الكلوب؟ هي بيدها ويمكن في صالحنا احنا. اخي الملعب التونسي وصلت ربحتنا في النيفر، وصلت تعادلت معانا في رادس، وصلت ساعات ربحتنا. دونك راهي كره القدم كره وفي النهايه نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي وفيفا فرصه صيام. مادامنا بالليغ سبور معاكم تعملوا الجيم ولابوني وما تخافوش على كلوب افريكان.